بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناه المزرعه ومن داخل سوق دراو. النهارده الثلاث 25/10/2022، وبالاخص يا جماعه من داخل سوق الجمال. يوم الثلاثاء يا جماعه بيبقى فيه ركن كبير للجمال. بسم الله ما شاء الله، خش نشوفه. طبعا يا جماعه احنا معانا تاجر من التجار المحترمه المعلم حسن النزيه. ايه الاخبار يا حاج؟ تمام والله، بالصلاه على النبي عليك. صليت احداث. ايه اخبارك؟ 100 والله. اخبار الجمال؟ اخبار الجمال بالصلاه على النبي. والاسعار يا معلم؟ الاسعار بقت حلوه بالصلاه على النبي. صلاه النبي عليك يا معلم حسن. تبدا من 13 ونص و11، يعني من 11 اقل حاجه. اقل حاجه 11، يعني حاجه زي كذا اللي هناك ده معلم حسن الصغير ده. ده ب 9 ونص. ده ب 9 ونص يا جماعه. 9 ونص ده يا جماعه، تبارك الله. تبارك الله. والاثنين اللي هنا عم حسن، الاثنين اللي من هنا دول ده يعمل 11. ده يعمل 11. حلو والله يا معلم حسن. اسعار ده 13. وده 13. اللي بارك تحت 13. تبارك الله. وده يعمل 10 ايام. وده 14. وده 14. دول 11. دول 11 يا جماعه. 11 اهو. 13. يعني الاسعار بتبدا من 9 ونص. ده 11 وده 11. معلم حسن تعرف تقول لي الاوزان تتراوح ما بين كام هنا مثلا؟ يعني ابو ده الكبير ده بكام؟ ده ب 13 ونص. 13 ونص ده يصفي، يعمل له يصفي له كام كيلو لحم؟ لا ده لسه علف. علف ها؟ طب ما في ناس بتذبح القعدان دي. تذبحها القعدان دي ما يصفيش لحم يعني. يعني علف ده. يعني يجيب له 120 مثلا؟ يجيب له 120. الصلاه على النبي عليه. طبعا معلم حسن متواجد عندك انت الجمال الكبيره والنياقه الوالده. النياقه الوالده هناك، في نياقه والده برضه. فينها؟ هنا هناك. الصلاه على النبي. ديك 22 اللي من هناك اول حاجه؟ اه. دي رقمك حق احمد. حاضر يا معلم. اه دي النياقه. دي ناقه والده يا جماعه. اه. تبارك الله. دي ناقه والده. صلاه النبي الله اكبر. ما شاء الله. فين عيلها ده حق حسن؟ اللي قلت لي عليه ب 9 ونص. تمام. هو امه بكام لو حد عايزهم؟ هو امه ب 22. ب 22؟ تبارك الله. هو امه يا جماعه ب 22. اللهم صل على النبي. تبارك الله. الام على كده ايش سنها؟ المطلوب ده ب 11 ونص. اللي هناك دي؟ ايوه. اسعار جميله يا معلم حسن. اسعار حلوه بس. اسعار كويسه. تبارك. التريحه دي من ايه بقى؟ التريحه دي من ايه؟ التريحه كده جايه اشكال الموسم. عشان الموسم؟ ما شاء الله تبارك الله. صلاة النبي. طبعا يا جماعه المعلم حسن يعني من التجار اللي احنا بنثق فيه، اي حد عايز حاجه يا جماعه الراجل ده ثقه في القناه، يعني راجل تبارك الله وراجل اخر احترام يعني. نقول رقم التليفون يا معلم حسن؟ 012 012. 8 00 00 00 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3. احنا عندنا دلوقتي الاسعار بتبدا من 9 ونص لغايه 14 معك و 13 ونص 13 ونص و 14 تبارك الله. تبارك الله. ماشي عم حسن، نورتنا والله. الله يوسع عليك يا حاج. الله يوسع عليك. الله يبارك لك. دول يا جماعه هم اللي مع المعلم حسن. السلام عليكم. هم يا جماعه مع المعلم حسن من 9 ونص وطالع. معنا المعلم عبد الله. ازيك عم عبد الله؟ ايه اخبارك؟ الله يوسع عليك. ايه اخبارك؟ معلم عبد الله برضه يا جماعه من الناس اللي هي برضه من التجار يا جماعه، ناس دراوي يعني كلها تبارك الله، ناس والله اخر ادب واخر احترام واخر امانه، فما تقلقش من حاجه يعني. اللي عايز ياي واللي عايز يحول يحول وياخذ على ضمانه القناه مع الناس المحترمه دي. صلاه النبي تبارك الله. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. الله يوسع عليكم. دي ناقة والدة حي؟ أيوة. صلاة النبي. اهي جمعا يا رب جمعا. اهي ناقة والدة. اهي يا جماعة ناقة والدة ما شاء الله. تبارك الله. الله أكبر. اهي نياق والدة. هتلاقي اللي عايز يا جماعة نياق والدة موجود، اللي عايز قعدان للتربية والتسمين موجود، اللي عايز قعدان مفاطيم موجود، اللي عايز جمال القصب موجود، اللي عايز جمال اللحم برضه موجود. هنا سوق دراوي يا جماعة، هنا الأساس. هنا اللي بيودي البرقاش وهنا اللي بيودي القاهره، يعني انت بتصب من السودان على الشلاتين على ضراو. صلاه النبي. عم عبد الله صباح الفل. ايه الاسعار معانا هنا حق؟ والله البهندي مع الحاج محمود عارف اسعار الحاج. عم محمود اتفرج يا فهد. اه يا ابويا على 12800 اول قعود ده يا جماعه مع عم محمود. حاجه زي الصغيره ده عم محمود.
ب 11 ب 11 تبارك الله. ايه معنا الانواع هنا عم محمود برضه حي للمشاهده؟ يا عم شفت صنف ده؟ اه ايوه صنف ده. ايوه ده ساحل. ده ساحل. الساحل يعني جاي من كله سوداني صح؟ ايوه سوداني شعرته حمراء. ايوه شعرته حمراء ده سواحل يقولوا عليه. تمام. واللي هنا دول؟ ده لحواني. ايه؟ لحواني. لحواني تمام. والابيض ديه؟ الابيض ديه بشاري بشاري. ما شاء الله تبارك الله. على كده كم نوع هم عم محمود؟ هنا قدامي قدامي اللهم صل على النبي ثلاث انواع. ثلاث انواع اللي هو السواحل والبشاري واللحواني. لحواني. اللحواني ما شاء الله. بس كله سوداني صح؟ كله سوداني. ما بيجيش عندنا المغربي هنا عم محمود؟ لا المغربي عاد الا بالطلب. بالطلب؟ الا بالطلب. بياجي يعني؟ بياجي الا بالطلب يعني. صلاة النبي. طب نقول برضه لو حد عايز حاجة منك عم محمود نقول رقم التليفون. رقم التليفون 0100 0100 95 95 37 100. ماشي يا عم محمود. احنا عندنا دلوقتي انت قلت لنا دي ده الاحمد ده الاحمد يصفي له كام على كده يا عم محمود؟ يعني جيب له 80 كيلو. 80 كيلو اهو. لو حد برضه يا جماعه عايز له حاجه لحمه يعمل له 80 كيلو ويجيب 80 يا جماعه. والثاني ده جاني يعني. جاني جاني حيتعلف يعني يتربى. على كده السواحل ده بيرمي لحم. صلى على النبي. طب ايه الاسعار الثانيه هنا يا عم محمود؟ هنا ده هدا 13 تمام. ده ب 11 وده ب 11 وده ب 12 وده ب 12 وده ب 12 والله اسعار حلوه يا عم محمود يا جماعه بصراحه. ب 10 ونص وده 10 ونص وده سواحلي برضه صح؟ ايوه تمام. ودي ده ب 12 ونص وده ب 12 ونص. الله يوسع عليك يا عم محمود. ودي ناقه اللبن 25 ودي ناقه لبن. ايه سنة على كده؟ ست سنات. ست سنات يا جماعه. وفيها لبن ها؟ تحتيها بكره ولا قعود؟ قعود ها؟ يا جماعه 25 ها؟ صلاه النبي. طب برضه حاجه للمشاهده يا محمود، الاسعار دي اللي عليها ولا اللي هشتري بيها؟ لا ده اللي عليها قدامك. ده اللي عليها. بتخلص بالعرق صح؟ ايوه بعد كده نتكلم في البيع والشراء في العرق. ايوه تمام. طب يعني الواحد عايز القعود اللي هو ب 11 اللحم ده. ايه يبقى؟ يدفع له حسنه وتوكل على الله. ما بندقوش مع حد يعني صح؟ لا يا عم وكله يرزق. كله يرزق. حسنه وتوكل على الله. الله يوسع عليك، نورتنا عم محمود والله. الله يزيدك عم محمود. يا جماعه. اللي انت عايزه يا جماعه هتلاقيه. والناس هنا يا جماعه في شطب مني ناس اسوان وناس درا ودول يعني حاجه تبارك الله يعني صلاه النبي تبارك الله اللهم صل على النبي. هذا يا جماعه بالنسبه للناس اللي طلبت مننا سوق الجمال وان شاء الله يا جماعه في اقرب وقت برضه ممكن نغطي السبت او الحد في درا. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رقم التليفون 0100 0100 95 95 37 100. ماشي يا عم محمود. احنا عندنا دلوقتي انت قلت لنا دي ده الاحمد ده الاحمد يصفي له كام على كده يا عم محمود؟ يعني جيب له 80 كيلو. 80 كيلو اهو. لو حد برضه يا جماعه عايز له حاجه لحمه يعمل له 80 كيلو.